مساء الخير على كل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده من تايم لايف، حلقه من الكواليس والاسرار والمتابعات. اكيد هنتكلم عن مباريات دور الاربعه، ردود الافعال بعد فوز الجزائر والوصول للمباراه النهائيه. مليون مبروك اكيد لجمهور الجزائر، جمهور محاربي الصحراء العظيم. هارد لك اكيد للمنتخب التونسي وجماهير تونس اللي خسرت امام السنغال، وهتخوض ان شاء الله مباراه على المركز الثالث في خطوه لتكليل المجهودات بتحقيق مركز متقدم. خلونا دلوقتي نبدا حلقتنا. منتخب الجزائر قدر يحقق الانجاز، قدر يصل للمباراه النهائيه طبعا بعد ما تغلب على منتخب نيجيريا. بصراحه منتخب الجزائر منتخب متكامل، سواء من الناحيه الفنيه او من ناحيه الانسجام بين اللعيبه وبعضهم البعض، كمان بين اللاعبين والمدير الفني. مدير فني كبير بحجم جمال بالماضي، الكل بيتكلم عن منتخب الجزائر دلوقتي وبيؤكد انه بيشبه منتخب مصر 2006 و2008 و2010. الكل بيشيد بحاله الروح والحماس اللي موجوده فعلا في منتخب الجزائر. مليون مبروك وصولهم للنهائي، وصول مستحق. فريق متكامل، عنده مدير فني قوي اسمه جمال بالماضي، عنده خطوط دفاعية، خطوط هجومية، بيعرف ياخد اللي هو عايزه. هنتكلم بتفاصيل أكتر عن مباراة الجزائر ونيجيريا، ولكن خليني أبدأ معاكم بالحديث عن مباراة تونس والسنغال. شفنا مبارح مباراة تونس والسنغال اللي شهدت توديع منتخب تونس للبطولة، طبعا بعد الخسارة من السنغال بهدف نظيف، بعد ما منتخب تونس جه من بعيد واستطاع أنه يوصل للمباراة قبل النهائية رغم الأداء المتواضع في أول البطولة، إلا أنه كان قريب جدا من الفوز للوصول للنهائي. ده بعد ما حصل طبعا على ضرب الجزاء في آخر ربع ساعة من المباراة، ولكن أهدرها في الجان الساسي. بعد ذلك بيهدر طبعا كمان سايفت لاعب السنغال ضرب الجزاء هو الآخر، بعد تصدي رائع من معز حسن حارس تونس في الشوط الإضافي الأول، بيحرز منتخب السنغال الهدف الأول ولكن بنيران صديقة، ولم ينجح منتخب تونس في التعادل. وقبل المباراة بأربع دقائق عادت مرة تانية الروح للجماهير التونسية بعد ما احتسب ليهم ضرب الجزاء، ولكن الحكم الاثيوبي بملاك تسيما تراجع فيها بعد تدخل من الحكم الفرنسي بتوا مايو اللي بيرقص طبعا غرفة الفيديو. يعني ناس كتير اتكلمت عن موضوع تونس امبارح ان تونس يمكن اتظلمت شوية او ان حكم الفار ظلم منتخب تونس شوية، ولكن في الاخر هي دي كرة القدم. هارد لك اكيد للمنتخب التونسي، ان شاء الله كل التوفيق معهم. برضو مدرب كويس اسمه ألان جريس اكيد عمل امبارح قدر اللي يعمل عليه، ولكن التوفيق وعدم التوفيق وهي دي كرة القدم. هنشوف دلوقتي مع بعض تقرير عن مباراة تونس والسنغال ونرجع نكمل مع حضراتكم. يستطع المنتخب التونسي تخطي عقبة المنتخب السنغالي في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 رغم التطور الواضح الذي حدث للمنتخب التونسي في دور 16 ودور الربع النهائي بعد اجتيازه لدور المجموعات بصعوبة، لكن الشوط الأول من مباراة أمس لم يشهد استمرار هذا التطور وتراجع المنتخب التونسي بشكل كبير، مما سهل من مهمة الوصول إلى مرمى المنتخب التونسي بشكل متكرر من مهاجم المنتخب السنغالي. لكن المستوى الأكثر من رائع للمعز حسن حارس مرمى نسور قرطاج حال دون أن تهتز شباكه خلال شوط المباراة الأول، ومع بداية الشوط الثاني وبفضل تغييرات ألان جريس المدير الفني لمنتخب تونس تحسن الأداء بشكل كبير، وبدأ نسور قرطاج في السيطرة على مجريات المباراة. ولولا سوء الحظ الذي قابل المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي لكان للمنتخب التونسي الأسبقية في نتيجة المباراة بهدف أو اثنين. وشهدت المباراة بعض الأحداث الدرامية في الربع ساعة الأخير من الشوط الثاني للمباراة، حيث احتسب حكم المباراة ضربتي جزاء لكلا المنتخبين، تألق فيها حارس السنغال جوميز بتصديه لركلة جزاء نفذها في الجان الساسي في الدقيقة 75، وكذلك فعل معز حسن عندما تصدى هو الآخر لركلة جزاء نفذها سايفت لاعب المنتخب السنغالي في الدقيقة 81.
لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وتذهب المباراة بعدها للوقت الإضافي ليتمكن المنتخب السنغالي أن يحرز هدف المباراة الوحيد، ولكن بغرابة شديدة عقب ارتطام الكرة بالمدافع التونسي ديلان برون وتحولها إلى شباك مرمى بلاده في الدقيقة 10 من الشوط الإضافي الأول. وكاد المنتخب التونسي أن يعود إلى المباراة قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني عندما احتسب له الحكم الأثيوبي باملاك تسيمبا ركلة جزاء، لكنه عاد وغير قراره عقب عودته لتقنية الفيديو. في النهاية فشل المنتخب التونسي في الصعود إلى المباراة النهائية، لكنه لم ينتهي مشواره في البطولة حتى الآن، فأمامه فرصة لاقتناص المركز الثالث عندما يواجه المنتخب النيجيري يوم الأربعاء القادم. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين مع حضراتكم في تايم لايف. هناخد دلوقتي عبر الهاتف الاستاذ زياد السلمي الاعلامي التونسي. استاذ زياد برحب بيك في تايم لايف. مرحبا بك اخي يحيى، تحيه ليك وكل مشاهدي تايم مباشره من تونس. استاذ زياد، يعني هل خروج المنتخب التونسي خروج محزن؟ الناس ردود افعال الشارع في تونس، الناس زعلانه بسبب خروج تونس امبارح، ولا نقل لنا كده ردود افعال الشارع التونسي عامله ازاي؟ بالفعل اخي يحيى، هو كان خروج صعب جدا ومراره كبيره وخيبه امل كبيره. طبعا اكيد المنتخب مثل ما تابعته الزميل يحيى وكل الاحبه في مصر وكل الجمهور العربي تابع اللقاء امبارح، كان لقاء مهم جدا بعد غياب 15 سنه. اكيد صحيح. منذ 2004 ومنذ نسخه تونس، كان تونس 2004 والكاس الوحيده التي سجلت في خزينه كره القدم التونسيه وفي خزينه المنتخب، طبعا كان الامل كبير، وكان الامل بعد خاصه مرور وتجاوز عقبه كل من غانا ثم مدغشقر والوصول صحيح. لهذا الدور طبعا ارتفعت معها الامل وارتفع معها الايقاع في تونس. طبعا كانت خيبه كبيره للشارع الرياضيه التونسيه البارحه، وكانت ليله من اصعب، يعني الكل كان ينتظر ان تكون لتعم الفرحه، وخاصه انه كان قاب قوسين وخطوه واحده تفصل المنتخب التونسي من بلوغ النهائي، ولما لا تكرار سيناريو 2004. طبعا هذه كرة القدم وهذه الأقدار وهذه، يعني أكيد هناك كان، يعني سنتحدث عن جزئيات كبيرة جدا في هذا اللقاء. طبعا كان لوم كبير وخاصة عن التحكيم وخاصة عن الفار. طبعا كانت الأقدام وكانت كرة المباراة بين أقدام فرجاني ساسي، وخاصة بعد المردود الكبير في الشوط الثاني، أكيد مثل ما تابعه كل الجمهور العربي وأكيد تابعت زميل يحيى، كان قادر يا أستاذ زياد فرجاني ساسي أن هو يصعد بتونس للنهائي؟ طبعا كان الهدف، يعني كانت الكرة بين أقدام فرجاني ساسي، يعني كان يعني لو سجلت هذه كرة قدم وهذه ضربة الحظ، وأكيد نعرف جزئيات طبعا أكيد ضربة حظ ضربة جزاء للأسف، يعني فرجاني ساسي طبعا قدم، لكن هذه كرة، هذه لعبة حظ، هذه لعبة، يعني كان بالإمكان أنه ينهي المقابلة من ضربة جزاء ثم تأتي ضربة جزاء لتونس، وطبعا أكيد والفار وهذا المشكلة أكيد. وكان في غضب من جماهير تونس تجاه فرجاني ساسي، بالاخص فرجاني ساسي من المنتخب التونسي. غضب كبير، وانا غضب كبير صحيح، لوم كبير، ولكن اللوم الكبير جدا جدا عن الفار وعن خاصه عن الحكم اعلن ثم تراجع وذهب للفار. طبعا هناك قوانين التي تم تنقيحها وغيره طبعا، لكن للاسف يعني نشوف هنا هذا المشكل دائما يتكرر الان بالفار. صحيح. طبعا اللوم يعني كبير. يا استاذ زياد، هل حضرتك مع وجهه النظر اللي بتقول ان منتخب تونس اتظلم امبارح بسبب تقنيه الفار؟ طبعا طبعا الظلم واضح اخي يحيى، طبعا اكيد كان اعلن الحكم ومباشر، يعني طبعا ليس بالسهل ان يعلن الحكم ولكن في بسرعه يقع استدراجه للنظر في الواحد. طبعا تعرف مشهود له الحكم قرار كان قريب جدا من العمليه وقريب جدا من زاويه النظر نتاعه، لكن هنا نعود ونرجع الى تقنيه الفار وهنا التدخل. يعني هذه من الحاجات التي تفسد الكره وتفسد، يعني صحيح انه التقنيه تطورت والمهم صحيح. جدا، لكن هو كان قريب جدا من زاويه نظره، قريب جدا كان بالامكان انه القرار يؤكد قراره صحيح، يمكن انه يرجع للفار، لكن كان انه يمكن، يعني هذه التدخلات، يعني الجمهور كان لوم كبير على الفار وتجاوزت حتى الفار على رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، ونعرف هنا انه كان نفس الاشكال يتكرر خاصه بعد ما عانى الترجي التونسي في نهائي كاس افريقيا. استاذ زياد، خليني اسالك فنيا، بعيدا عن تقنيه الفار او بسبب تحامل التونس على حكم الفار، فنيا مين سبب في خساره المنتخب التونسي امبارح فنيا؟ ليس فنيا، هنا المنتخب، يعني نحكي بصوره جماعيه، المنتخب قدم من افضل مبارياته، يعني شوف صحيح. حتى
المدرب المنتخب المنافس، لأننا نحكي هنا عن مدرب، دائما نرى الآراء المنافسين. شاهد التقرير، يعني شاهد ما قاله يعني مدرب السنغال سيسي. طبعا أكيد السنغال بعد 17 سنة تجد نفسها في النهائي، أكيد نعرف هنا قيمة العناصر. يعني تشوف مقارنة، ناخذ نفس تشكيل المنتخب التونسي مقارنة بتشكيل منتخب السنغال، نجوم كبيرة جدا. شوف أنه العديد اللاعبين يلعبوا في أعتى المنتخبات الأوروبية، وصانعي ربيع ونجوم المنتخبات الأوروبية على غير برشلونة وغيرها. شاهد يعني كيف المنتخب التونسي، أكيد شاهد الشوط الثاني كيف قدموا النصور أداء كبير جدا، الفرص المهدورة وغيره. طبعا لا يمكن نتحدث دائما هنا جزئيات صغيرة تلعب. هو ده اللي عايز أتكلم فيه، إن المنتخب التونسي امبارح كان قريب قوي من إن هو يحسم اللقاء، ولكن شايف شوية ممكن النواحي البدنية عند منتخب تونس أثرت عليه شوية امبارح؟ بالفعل، هناك تعرف أنه لقاء هو لقاء، أنا نعتبره لقاء السنغال لقاء نهائي. تعرف اللقاء يعني من أروع اللقاءات اللي قدمها المنتخب التونسي، طبعا بحكم في طوال المقابلة في الحصص الإضافية المنتخب كاد أن يهز الشباك. أنا نرجع هنا إلى الضربة التي أطيحت لفرجان الساسي، للأسف هذه كرة القدم ضربة جزاء، لكن لا لوم كبير على فرجان الساسي، وإنما نتحدث عن مردود كامل طيب جدا من مختلف العناصر. شفنا حتى التصدي للحارس غيره، يعني عدة كرات مهدورة. لا نحكم عن اللقاء كامل، يعني أكثر من 90 دقيقة حصص إضافية. جاءت كرة المقابلة، جاءت ضربة الجزاء التي كان أن تعيد المنتخب في السباق، ونمر إلى ضربة الجزاء. هذه دائما نتحدث عن بعض التفاصيل الدقيقة التي تحكم في لقاء. طبعا هذه اللقاء تلعب مهم جدا. شفنا ما التصريح، هو لقاء تاريخي، حتى التصريح المدرب التونسي ألان جيريس قال من أروع المباريات اللي قدمها المدرب. بما انك جبت سيره ألان جيريس، يعني عايز اتكلم برضو عن نقطه مهمه، وهي موقف الاتحاد التونسي تجاه ألان جيريس بعد الخساره امس. والله اكيد هذا ما ننتظره، اكيد هناك جامعه تونسيه لكره القدم وعلى راسها الدكتور وديع الجري، طبعا اكيد اطار فني، هناك اعضاء مكتب جامعي، اكيد هنا سيقع التقييم. ما زال هناك لقاء مهم ايضا، لابد ان هناك لقاء ترتيبي، لابد ان نعود، ليس نكتفي بالمباراة البارحة، لقاء نيجيريا، لابد ان تونس تاخذ المركز الثالث. شايف ان هو ادى اللي عليه، ألان جيريس ادى اللي عليه مع منتخب تونس، قدر يوصل لقبل كان بالامكان افضل، دائما كان بالافضل، هناك مطالبة كبيرة، وهناك حتى لوم كبير على ألان جيريس، كان بالامكان افضل مما كان. نلاحظ حتى الاعلام التونسي، ليس هنا فقط في تونس، وانما حتى الاعلام التونسي، البعثة الاعلامية اللي موجودة هناك في مصر، اكيد لوم كبير على ألان جيريس، وخاصة شفنا التصرف في اخر اللقاء، اكيد كانت احدثت يعني صور، خاصة وتفاعله مع منتخب السنغال كان من الأجدر أنه المدرب يكون إلى جانب اللاعبين. طبعا هذه الصور أثارت يعني حفيظة كل الإعلاميين الرياضيين في تونس، وخاصة المراسلين وحتى الإعلاميين العرب، وشفناهم حتى في تفاعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا كان بالإمكان أفضل مكان، طبعا أكيد طموح التونسيين ليس بالسهل، تونس دائما أمالها كبيرة، عاشت حلم كبير، وخاصة طلب كبير، لأنه هذه الكأس كانت الكأس تريد أن تكون عند تونس، وكنا نتوقع أن يكون هنا نهائي عربي، ولما لا أن تعود تونس من القاهرة بالذات بالتتويج وبهذا اللقب الذي غاب عنه 15 سنة منذ 2004. طبعا هذه كرة القدم، وهذا الحلم ينتهي البارحة، ولكن نأمل إن شاء الله أن السنوات المقبلة أنه نتعب، لكن صحيح أنه نشوف آراء الجماهير التونسية، كسبت الجمهور التونسي، كسب منتخب وعناصر مهمة جدا أنه قادر على اللعب في المستقبل، وأيضا هذا المكسب، هذا خلينا نحكيها أخي يحيى، هو الجمهور الرياضي التونسي اللي كان. عايزك أستاذ زياد برضو تنقل لي رأي الإعلام، رأي الشارع التونسي في البطولة بشكل عام، في تنظيم البطولة على مدار جميع المباريات اللي اتلعبت في البطولة. عايزك تنقل لي رأي الإعلام التونسي والجماهير في تونس بتقول إيه؟ بطبيعة الحال أنه هنا نتابع أكيد مصر، تنظيم من أروع ما يكون، أكيد نشوفه تونس انطلقت من السويس وصولا إلى ملعب 30 يونيو بالقاهرة، أكيد كنا نطمح أن نكون الفرحة تكون في الاستاد الكبير في ملعب القاهرة الذي تزين، كانت الأمال التونسية خاصة وأكيد الجمهور المصري والجمهور العربي سيكون في هذا الملعب الرمز وهذا الملعب التاريخي. كنا نعمل أن نعود وأن تسجل تونس مكانا لها في ملعب القاهرة بعد البارحة 30 يونيو، كانت أمل كبيرة معلقة أن نعود بالتتويج وبهذا اللقب وبهذه الأميرة الأفريقية وبهذا التاج الأفريقي من ملعب القاهرة بالذات، وتعم الاحتفالات. شاهدت الاحتفالات أكيد، وشاهد الجمهور العربي البارحة، كانت بالرغم حرارة الطقس زميل يحيى أكثر من 40 درجة هنا بالعاصمة التونسية، شأن وشأن بقية ولايات الجمهورية التونسية، الجمهور كان حاضر في
المساحات وفي مناطق المشجعين حرارة الطقس لم تمنحه من المواكبة ومشاهدة اللقاء ومساندة النصور للأسف. هذه كرة القدم وهذه كأس إفريقيا طبعا تنظيم محكم في مصر، أجواء مهمة، جماهير تحولت يوم السبت في الفجر، تحولت عدة طائرات خاصة بعد قرار السلطات التونسية والحكومة التونسية بتخصيص 4 طائرات. كانت الجماهير في الموعد، تحولت إلى القاهرة، كانت موجودة في ملعب 30 يونيو إلى جانب الجماهير في مختلف أشقاع العالم في مختلف الجالية أينما وجدت الجالية التونسية. كانت البارحة بفارق التوقيت لم يمنع الجمهور من مؤازرة النصور من أمريكا، من كندا، من مونريال في الخليج، في مصر. هذه كرة القدم، هذه سحر الكرة. الكرة تلعب في الميدان للأسف. يعني هذه كرة القدم من نجم أستاذ زياد. يعني أخيرا مباراة نيجيريا، منتخب قوي، منتخب عنيد، شايف مباراة نيجيريا أمام تونس إزاي؟ وهل تونس قادرة على حسم المركز الثالث؟ ان شاء الله اكيد الكره بين اقدام، يعني لعب كل شيء الان، كل شيء بين اقدام. المهم جدا نعود بالمركز الثالث. طبعا لابد ان يلعب المنتخب اخر لقاءاته، لقاء يعتبر لقاء مهم جدا للترتيب، خاصه للتصنيف الفيفا وغيره. مهم جدا، نطمح دائما للمستقبل، نطمح دائما لبناء جديد. اكيد الان الكره بين اقدام اللاعبين، وانتظارات لما لا العوده بمركز ثالث من القاهره مهم جدا، خاصه نقول منذ 2004 طبعا الجمهور ينتظر في مردود، و ليس افضل من هذا مردود ان شاء الله. يا دائما نطمح الى ان شاء الله. هذا ليس بالغريب. كل التوفيق اكيد، كل التوفيق لمنتخب تونس باذن الله، وهارد لك اكيد اداء مشرف للمنتخب التونسي على مدار كاس الامم الافريقيه 2019. بشكرك شكرا جزيلا الاعلامي التونسي الاستاذ زياد السلمي، بشكرك شكرا جزيلا. لسه مع اجواء مباراه تونس والسنغال، واحد من نجوم اللقاء هو حارس منتخب السنغال جوميز اللي خطف الاضواء والانظار خلال اللقاء، بعد طبعا ما تفوق الحارس على نفسه وقدر يحافظ على نظافه شباكه وقدر يصعد بالسنغال للمباراة النهائية. هنشوف دلوقتي مع بعض تقرير عن نجم السنغال اللي ساهم بدور كبير جدا زي ما قلت لحضراتكم في وصولهم للمباراة النهائية، ونرجع نكمل مع حضراتكم. خطف ألفريد جوميز حارس مرمى منتخب السنغال الأنظار إليه خلال مواجهة فريقه أمام المنتخب التونسي في نصف نهائي أمم أفريقيا، بعد أن تفوق الحارس على نفسه وحافظ على نظافة شباكه خلال المباراة وزاد عن مرماه ببسالة أمام هجمات نسور قرطاج ليثبت مقولة أن حارس المرمى هو نصف الفريق. وكانت اللقطة الأبرز لحارس أسود الترنجة، والتي تعتبر نقطة تحول في اللقاء والسبب الرئيسي في عبور فريقه للمباراة النهائية، عندما تصدى لركلة جزاء بالدقائق الأخيرة من أمام فرجاني ساسي نجم منتخب تونس والمتميز في تسديد ركلات الجزاء ليمنع نسور قرطاج من التقدم ويحافظ على آمال فريقه بالتأهل، وهو ما تحقق في الوقت الإضافي للقاء الذي حسم فيه منتخب السنغال تأهله للمباراة النهائية بهدف من نيران صديقة أحرزه ديلان براون مدافع المنتخب التونسي عن طريق الخطأ في مرماه. ألفريد جوميز حارس مرمى السنغال والفائز بجائزة رجل المباراة أعرب عن سعادته بالصعود للدور النهائي والفوز بالجائزة، مؤكدا أنها تتويج لجهود زملائه والحراس البدلاء المتواجدين معه بالقائمة. وقال جوميز أنه يتمنى أن يكون الشعب السنغالي فخور بمنتخب بلاده الذي تفصله مباراة واحدة عن التتويج باللقب الأفريقي، مشيرا إلى أن ركلة الجزاء التي تصدى لها كانت نقطة تحول للمباراة وأبقت على حظوظ أسود الترنجا في الصعود للمباراة النهائية. الحارس السنغالي أكد أنهم سيقاتلون لحصد اللقب الأفريقي من أرض الفراعنة، وأن الحلم بالوصول إلى منصة التتويج يتبقى عليه 90 دقيقة فقط، سيكون القتال فيها شعارهم للعودة إلى السنغال بصحبة الأميرة الأفريقية. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه. زي ما قلنا مباراتين امبارح كانوا مهمين جدا للسنغال في مواجهه الجزائر، والسنغال في مواجهه تونس والجزائر في مواجهه نيجيريا. يعني اللي شفناه امبارح من الماتشات انا استوقفني حاجه مهمه جدا، وهي جمال بالماضي وسيسي المدير الفني الوطني لمنتخب بلاده قادر فعلا ان هو يصنع المستحيل، في روح فعلا، صانع روح جوه كل فريق شفناه امبارح يمكن في المباراتين، ولكن هنتكلم بشكل اكبر. بس خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نجمع حضراتكم في تايم لايف، خليكم معانا. We'll be right back.
مشاهدينا اهلا بكم وبرحب بكم اكيد من جديد، ولسه مكملين كلامنا واصداء طبعا مباريات امس وصول منتخب الجزائر على حساب منتخب نيجيريا للنهائي ووصول منتخب السنغال على حساب منتخب التونسي. معانا اكيد شبكه مراسلنا موجودين في كل مكان. خلوني ارحب بزمايلي اكيد خالد رزق وكريستين رياض وحياه حفيظ واحمد المسيري، ولكن خلينا نبتدي مع خالد رزق. خالد برحب بيك في تايم لايف من مقر اقامه المنتخب الجزائري، واكيد اصداء كبيره جدا بعد فوز منتخب الجزائر امس وتالقه ووصوله للنهائي. الكلمة ليك، اتفضل. تحياتي ليك زميل عزيز يحيى حمزة وتحياتي لمشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان. بالتأكيد من محيط فندق إقامة منتخب الجزائر، يمكن أجواء مميزة جدا، فرحة كبيرة عند منتخب الجزائر وكابتن جمال بالماضي سعيد جدا بأداء المنتخب بالأمس بفوز مهم جدا على منتخب نيجيريا والتأهل إلى النهائي. هيكون مباراة بإذن الله يوم الجمعة القادمة. خليني أقول لك يحيى أن يمكن اللاعبين في حالة نفسية مرتفعة جدا، معنويات عالية جدا، تركيز كبير جدا، يمكن الاهتمام بالبطولة خلاص يوم أيام قليلة جدا، ويتوج الجزائر في حال فوزه في المباراة الأخيرة أمام السنغال. يعني يمكن أيضا الأجواء النهاردة في معسكر إقامة منتخب الجزائر يمكن أجواء مميزة جدا، هدوء في المعسكر، والنهاردة يكون عملية راحة أو استشفاء للاعبين بعد الأداء المميز بالأمس. هيكون النهاردة يوم خفيف، مفيش أي إجهاد، مفيش تمرين النهاردة مرهق للاعبين، ويكون قدامهم عدد من الأيام كافي جدا. يمكن كابتن جمال بالماضي كان في تصريحاته أنه هيكون النهاردة راحة وهيكون من الأيام القادمة بإذن الله يكون معدل تصاعدي بشكل ودقيق بالتأكيد للاعبين للوصول ليوم الجمعة عشان مباراة النهائي. عايز أقول لك أيضا منتخب الجزائر كابتن جمال بالماضي كانوا سعداء جدا بالأمس بوجود أعداد كبيرة من الجماهير الحاضرة من الجزائر ومن المساندين بالتأكيد من جمهور مصر العظيم اللي دايما مشرفين للسادات المصرية في هذه البطولة، وكان تشجيع كبير جدا للاعبين، ويمكن أيضا كل الصحف أشادت بمنتخب الجزائر وبالتحديد في الصحف الجزائرية كان التركيز على رياض محرز وهو كان واحد من نجوم المباراة بالأمس. استطاع ان هو يحرز بالتاكيد هدفين وكان مميز جدا، قدر ان هو يوصل لمنتخب الجزائر للنهائي. على كل حال يحيى يمكن الاجواء زي ما قلت لك ما زال منتخب الجزائر في سريه تامه، ما زال منتخب الجزائر بيعمل في صمت من اول يوم له في مصر ومن اول يوم له في البطوله، تركيز كبير جدا، دايما بيتعمدوا عدم التصريحات الكتير، عدم وجود الاعلام داخل فندق الاقامه، وبالتالي احنا متواجدين في محيط الفندق، كل ده لتركيز اللاعبين ولوضعهم في التركيز الأمثل للفوز بالبطولة إن شاء الله. يعني يحيى دي كانت أجوائي من محيط فندق إقامة منتخب الجزائر. أتكلم الآن في الاستوديو، تفضل. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا زميلنا خالد رزق. وخلونا نطير سريعا وبعد الخروج المحزن الخروج المؤسف لمنتخب تونس، خلونا نروح سريعا لزميلتنا حياة حفيظ ونعرف منها آخر الأجواء عندها إيه بعد طبعا خروج المنتخب التونسي من محيط مقر بعثة المنتخب التونسي. حياة الكلمة لك، اتفضلي. مساء الخير زميلي يحيى، مساء الخير على كل مشاهدي تايم سبورت في كل مكان. طبعا زي ما قلت خروج محزن وأجواء حزينة وإحباط تخيم على مقر إقامة منتخب تونس، لدرجة أنهم ما كانوش سامحين لأي حد أنه هو يدخل، وإحنا أصلا بنصور من قدام مقر الإقامة من قدام الأوتيل عشان ما فيش حد فيهم عايز يتعامل مع الإعلام، عايز يتعامل مع الصحف، عايز يتسأل أو عايز أنه يتسأل عن أي حاجة حصلت امبارح. طبعا كل الناس بتقول أن الجول جاي بنيران صديقة، ولكن هذه النيران الصديقة أصابت في الصميم، أصابت قلوب الجماهير التونسية اللي زعلانة جدا من امبارح، زعلانة من فرجاني ساسي لأنه ضيع ضربة الجزاء، زعلانين لأنه جابوا الجول في نفسهم، يعني حتى مش السنغال هي اللي جابت الجول وتأهلت عن طريق انه هي جابت الجول، جابوا جول في نفسهم، ودي اكتر حاجه محزنه المنتخب، محزنه البعثه، ومحزنه جماهير التونسيه. ولكن في اجماع على ان الاداء كان مشرف في كل البطوله، دور المجموعات كان في كلام كتير، ولكن بعد كده الاداء كان تصاعدي ويعني وكانوا من حسن لاحسن، بعد كل ماتش كانوا بيتحسنوا، ولكن اللي حصل امبارح كان يدعو للإحباط وللحزن الشديد، وإن شاء الله إن شاء الله يعني المباراة الجاية يقدموا أداء أحسن والخروج يكون مشرف أكتر ويرضوا على الأقل الجماهير التونسية اللي مش راضية عن ألان جيغاس، ويمكن ده يكون خروجهم من النصف النهائي يكون سبب في أنه ألان جيغاس يمشي، على حسب ما سمعنا ممكن يمشي بعد الكان أو أول ما يرجعوا بعد ماتش الترتيبي إن شاء الله اللي هيكون يوم الأربعاء الجاي
بين تونس ونيجيريا، هنشوف مين الثالث ومين الرابع فيهم، وخروج مشرف لتونس ولكن خروج حزين. هذا كل ما لدي حتى الآن من مقر إقامة منتخب تونس، وعودة ليك في الاستوديو زميلي يحيى. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا زميلتنا حياة حفيظ. واكيد زي ما قالت حياة، خروج خلى الناس كلها غضبانه، خلى الجماهير التونسيه اكيد عندها غضب كبير جدا، سواء من اللعيبه او حتى من المدير الفني آلان جريس. نروح للطرف الاخر وهو المنتخب النيجيري، ونطير سريعا لزميلنا احمد المسيري من محيط مقر بعثه المنتخب النيجيري. احمد برحب بيك وتفضل. كل تحية ليك زميل عزيز يحيى حمزة، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورت في كل مكان، من هنا من مقر إقامة بعثة المنتخب النيجيري، والذي يستعد لمواجهة المنتخب التونسي بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولي لتحديد أصحاب المركز الثالث والرابع من بطولة الأمم الأفريقية. زي ما أنت قلت يحيى، يمكن حالة من الغضب والحزن الشديد انتابت جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين بعد الهزيمة أمس أمام المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد، ووداع الفريق للبطولة بعد أن كان قريبا جدا من الوصول المباراة النهائية والتتويج باللقب الثالث في تاريخه. يمكن لإخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي ظهروا عليها بعد الهزيمة أمام المنتخب الجزائري، يمكن المدير الفني الألماني قرر إجراء تدريب في الساعة 11 من صباح اليوم بأحد الملاعب القريبة بمقر فندق الإقامة. حرص خلال التدريب على إجراء تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة الجزائر، بينما خضعت المجموعة الأخرى إلى تدريبات كاملة استعدادا لمواجهة تونس. يمكن يحيى خليني أقول لك برضو اللي احنا التقينا ببعض من نجوم المنتخب الجزائري أمثال كولينز وحارس المرمى دانيال حارس المرمى البديل، وأكدوا أن الفريق كان قريب جدا من تحقيق الفوز على المنتخب الجزائري، وأن مباراة الأمس مباراة لا يستطيعوا أن ينسوها، وأن هم هيحاولوا ينسوها خلال اليومين المقبلين، خاصة وأن الفريق مقبل أيضا على مباراة هامة وهي مباراة المنتخب التونسي، ويسعى فيها الفريق للفوز والحصول على المركز الثالث. أيضا جميع اللاعبين قرروا تقديم اعتذار للجماهير النيجيرية بعد الإخفاق في الوصول إلى المباراة النهائية. أخيرا الفريق سيتناول وجبة الغذاء بعد أقل من ساعة من الآن، بعدها يحصل جميع اللاعبين وأيضا الجهاز الفني على راحة حتى نهاية اليوم، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأساسي غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة المنتخب التونسي. هيؤدي تدريبه هنا أيضا بأحد الملاعب القريبة من مقر فندق الإقامة. يسبق المران مؤتمر صحفي للمدير الفني الألماني يتحدث خلاله عن مواجهة المنتخب التونسي. إذن هذا كل ما لدي، والآن عودة إلى زميل عزيز يحيى حمزة. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا زميلنا أحمد المسيري من محيط إقامة منتخب نيجيريا. وأكيد الحزن والإحباط يخيم على معسكرات المنتخب التونسي وأكيد كمان المنتخب النيجيري. نطير سريعا لمحيط المنتخب السنغالي، المنتخب الأقوى في البطولة وطبعا المنتخب الواصل للنهائي، مع زميلتنا كريستين رياض. كريستين اتفضلي. شكرا يحيى، الحقيقة فرحة كبيرة بتغوم على منتخب السنغالي، والحقيقة حلم كبير جدا سواء كان للجمهور والمشجعين الموجودين هنا على أرض مصر بيؤذروا منتخب في الملاعب، أو للشعب السنغالي اللي بيحلم تقريبا من 1965 إنه يوصل ويتأهل للنهائي ويحصد اللقب اللي ما حصدوش ولا رجع بيه ولا مرة لبلاده. أعتقد المرة دي العزيمة كبيرة جدا لمنتخب السنغال إن هو يفوز باللقب وإن هو يرجع بالكاس لأرض السنغال. الحظ كان حليفه من بداية البطولة، لأن مقر إقامته كان جنب ملعب 30 يونيو اللي بيلعب فيه كل ماتشاته من بداية البطولة. الماتش الأخير فقط ماتش النهائي يوم الجمعة المقبل بإذن الله هيكون على استاد القاهرة، وما تحركش نهائيا من يعني لأي محافظة، ده طبعا لأن الحظ حليفه لأنه ما لعبش ولا مرة وقت إضافي غير مباراة أمس فقط. يعني في كتير جدا من الظروف اللي ساعدت منتخب السنغال ان هو يوصل للمركز او يتأهل لهذا المركز او المباراة النهائية،
وطبعا العزيمه كبيره جدا ان هو يوصل ان هو يحصد اللقب. الحقيقه مجرد انه وجود الحظ انه يكون حريفه مش بس امبارح في المباراه ولكن في البطوله بشكل عام. وصل للمركز الثاني بس في 2002 وده برضو يعني الوصيف، حصل على مركز الوصيف في 2002 فقط، وده دافع كبير جدا ان في 2019 يكون هو صاحب لقب كاس الامم الافريقيه في كان 2019. ايه اللي هيحصل؟ هو ده اللي هنعرفه اكيد على تايم سبورتس دايما يوم الجمعه المقبل ان شاء الله الساعه 9 مساء من استاد القاهره. بشكرك اكيد، شكرا جزيلا زميلتنا كريستين رياض، مجهود رائع، مجهود كبير جدا طبعا اكيد بيبذلوه كل زميلنا من كل حته. عايز اشكر طبعا بدايه من خالد رزق، كمان احمد المسيري وحياه حفيظ، واخيرا كريستين رياض، بشكركم شكرا جزيلا. خلونا نروح من تونس والسنغال، كان في مباراه ثانيه من المتعه والاثاره وهي اكيد مباراة الجزائر ونيجيريا، فريقين من العيار الثقيل وهي المنتخبات اللي فعلا تستحق انها تصل للنهائي. روح حماس خوف على التيشيرت الوطن اللي فعلا عندهم رغبة في تحدي الصعوبات وكسر كل الحواجز. فعلا زي ما قلت في المقدمة كان منتخب الجزائر هو فراعنة 2008 بروحهم وأدائهم العالي. هنشوف دلوقتي تقرير عن فوز منتخب الجزائر على منتخب النسور ونرجع نكمل مع حضراتكم في تايم لايف. بعد غياب أكثر من 29 عاماً يعود محارب الصحراء للنهائي الأفريقي بعد نجاحهم في اصطياد النسور النيجيرية في مهمة لم تكن بالسهلة. وبدأت المباراة بتحفظ كبير من المنتخبين ولم تتاح الكثير من الفرص للتسجيل، لكن المهاجم الجزائري بغداد بونجاح كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 29 بعدما انفرد بمرمى الحارس النيجيري أكايبي ونجح في التصدي لكرة بونجاح ليكشر بعدها المنتخب النيجيري عن أنيابه عن طريق مهاجمه إيجالو بفرصة خطيرة، لكن الحارس الجزائري مبولحي كان في الموعد. وفي الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول نجح رياض محرز نجم المنتخب الجزائري من إرسال عرضية ليتكفل المدافع النيجيري إيكونغ في تسجيلها بمرماه بالنيران الصديقة معلنا الهدف الأول للمنتخب الجزائري لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الجزائري بهدف نظيف. ومع بداية الشوط الثاني حاول المنتخب الجزائري الحفاظ على هدف التقدم وتراجع بشكل ملحوظ، وظهر الإرهاق على لاعب المنتخب الجزائري لينجح المنتخب النيجيري في تعديل النتيجة قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة بعدما احتسب الحكم الجنبي بكاري جسامة ضربة جزاء للمنتخب النيجيري بعد الرجوع لتقنية الفيديو. ونجح المهاجم النيجيري إيجالو في تعديل النتيجة بعد تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحارس الجزائري لتعود المباراة مرة أخرى إلى نقطة البداية، ويستمر الحظر من كلا المنتخبين خوفا على نتيجة المباراة. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من ضائع ارتطم التسديدة إسماعيل بن ناصر بعرضة الحارس النيجيري أكايبي لتمنع هدفا مؤكدا للمنتخب الجزائري، ويظن الجميع أن المباراة سوف تتجه إلى الأشواط الإضافية. لكن في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الضائع للمباراة يحتسب الحكم الجنبي ضربة حرة من خارج حدود منطقة الجزاء نفذها ببراعة النجم الجزائري رياض محرز وأسكنها شباك المنتخب النيجيري ليقضي على آمالهم تماما في العودة إلى المباراة ويطير بأحلام محارب الصحراء إلى المباراة النهائية. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه. زي ما شفنا في التقرير منتخب الجزائر امبارح عمل مباراه كبيره جدا، مباراه مهمه جدا، اثبت فعلا ان الروح والعزيمه قادرين ان هم فعلا جايين ينافسوا على البطوله. من اول مباراه بدات مع منتخب الجزائر كان فعلا باين جدا على منتخب الجزائر ان هو جاي يتوج بالبطوله، مش جاي يؤدي اداء وخلاص، لا جاي فعلا يتوج بالبطوله. معاه مدير فني عظيم اسمه جمال بالماضي، كل مباراة بيثبت فعلا انه يستحق ان هو يتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019. نروح لرياض محرز طبعا نجم منتخب الجزائر اللي أكد ان منتخب بلاده حقق فوز مستحق أمام نيجيريا معربا كمان عن سعادته بقيادة محاربي الصحراء لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2019. أضاف كمان محرز اللي توج بجائزة رجل المباراة قائلا لعبنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، فرحتنا كبيرة للغاية بإسعاد شعبنا ونعلم ان جماهيرنا بتساندنا بقوة. وأكد كمان محرز انه بيتمنى
تتويج بالبطولة القارية وحصد لقب الكان في هو الهدف الأهم في مسيرته، عشان كده أكيد هيقدم قصارى جهده للعودة بالكأس. الكمان محرز: لقد أراد زملائي تسديد الركلة الثابتة اللي سجلت منها الهدف، ولكني طلبت أن يتركوها لي ونجحت في إرسالها إلى حيث أرد. كمان تصريحات أكيد مهمة جدا لرياض محرز النجم الكبير صاحب الإنجازات الكبيرة اللي ساهم مع فريق مانشستر سيتي في الفوز بالرباعية المحلية دوري إنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع كمان الخيرية، والآن بيقود منتخب بلاده منتخب الجزائر لتحقيق إنجاز كبير بالوصول للمباراة النهائية والاقتراب من تحقيق أكيد اللقب. محرز نجم من طراز فريد وبات قريبا من ألقاب فردية هتكون علامة مسجلة في تاريخه. هنشوف دلوقتي تقرير عن نجم منتخب الجزائر ونجم مانشستر سيتي رياض محرز، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عقب تحقيقه لإنجاز غير مسبوق مع ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي والفوز بالرباعية المحلية وهي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع الخيرية وتسجيله لسبعة أهداف مع فريقه مانشستر سيتي في هذا الموسم، وكان له دور مؤثر في المباريات التي شارك بها مع ناديه الإنجليزي، لم يتوقف طموح النجم الجزائري عند هذا الإنجاز، فجاء لقيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 في محاولة منه لتحقيق الحلم الغائب عن منتخب الجزائر منذ عام 90 والتتويج بالكأس الغالية للمرة الثانية في تاريخ محارب الصحراء والدخول ضمن أساطير الكرة الجزائرية. هذا وقد سجل محرز خلال مشواره مع المنتخب الجزائري بشكل عام 13 هدفا في 52 مباراة، وكان لمحرز دور مؤثر في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية في هذه النسخة من بطولة الأمم الأفريقية، فلقد نجح في إحراز ثلاثة أهداف مع المنتخب الجزائري، كان أبرزهم هدفه في الوقت القاتل في شباك نيجيريا والذي صعد بمحارب الصحراء إلى المباراة النهائية. وانفرد محرز بصدارة هداف محارب الصحراء في كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة أهداف، متخطيا أساطير الكرة الجزائرية الأخضر بلومي وجمال ماد. وسيكون محرز على موعد مع دخول التاريخ في حال نجاحه في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده يوم الجمعة المقبل، مما يزيد من فرصه في الدخول لقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، وأيضا يضمن له بشكل كبير الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في الموسم الحالي، تلك الجائزة التي حصل عليها محرز للمرة الأولى من قبل في عام 2016 عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه السابق ليستر سيتي. مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية، زي ما شفنا في تقرير نجم كبير جدا نجم من طراز فريد اسمه رياض محرز. حتى رياض محرز لما كان في ليستر سيتي كان فارق معاهم جدا، حصل كمان مع ليستر سيتي على الدوري الممتاز، بعد كده راح مانشستر سيتي. بيب جوارديولا بيعتمد برضه على رياض محرز بشكل كبير جدا في اغلبيه الماتشات اللي لعبها في اواخر دوري في الدوري الانجليزي، كان بيعتمد بشكل كبير جدا على رياض محرز. رياض محرز عنده معركه امام السنغال يوم الجمعه ان شاء الله، ولكن رياض محرز ورفاقه ومنتخب الجزائر قادرين على التتويج بكاس الامم الافريقيه 2019. اكيد كل التوفيق لمنتخب الجزائر ويتوج ان شاء الله بالبطوله. مشاهدينا هنطلع لفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم في تايم لايف، خليكم معانا. مشاهدينا برحب بحضراتكم من جديد وفقرة ويكاند، فقرتنا المميزة. نجمنا النهاردة القناص عماد عمدة الهدافين ملك التسعين. نجمنا النهاردة هو عماد متعب نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق اللي كان دايما شعاره ويكاند وهو بيحفر اسمه بأحرف من نور كواحد من أهم المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية.
عماد محمد عبد النبي إبراهيم متعب مواليد 20 فبراير 1983 في بلبيس بالشرقية، بدأ مسيرته الكروية كلاعب بنادي بلبيس الرياضي حتى سن 12 سنة، بعدها انضم لناشئ النادي الأهلي من سن 13 سنة، وبشعروي كان قدر يثبت نفسه من هو صغير، وموهبته أكيد فرضت نفسها على الجميع لحد ما بقى واحد من أهم المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية. وبشعروي كان حصل عماد متعب على لقب هداف الدوري موسم 2004-2005 برصيد 15 هدف في أول مواسمه مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، وكان أصغر لاعب يحصل على اللقب ده في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته. نفس الشعار وكان حقق العديد من البطولات مع الأهلي، سواء بطولات محلية أو إفريقية، واللعب لعب كان بكأس العالم للأندية مع المنتخب، بداية من الفوز ببطولة أفريقيا مع منتخب الشباب، كمان مع المنتخب الأول كان أحد أفراد الجيل الذهبي الفائز بالثلاثية التاريخية أعوام 2006 و2008 و2010. أكيد نجم كبير جدا نجمنا النهاردة عماد متعب. هنشوف مع بعض دلوقتي تقرير عن عماد متعب ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. أكيد مسيرة طويلة جدا لجمنا النهاردة فوي كان القناص عماد متعب، مسيرة طويلة جدا، تقرير واحد مش كفاية، لو قعدت تتكلم على عماد متعب من هنا لحد بكرة مش هتخلص. بالتالي كل الناس وهي بتشوف التقرير، أنا واحد من الناس وأنا بتفرج على التقرير وبتفرج على أهداف متعب وعلى الروح اللي كانت موجودة عند متعب، كان الواحد بيتمنى وجود واحد زي عماد متعب موجود دلوقتي في وقتنا الحالي يكون بيلعب، يكون هو مهاجم منتخبنا الوطني. عماد متعب كان بيمتلك قوة رهيبة، كان عنده ذكاء رهيب جدا، من يمكن من أحسن المهاجمين اللي كانوا موجودين على الساحة الرياضية لفترات طويلة جدا، سواء مع النادي الأهلي أو منتخبنا الوطني. كان كابتن حسن شحاتة كمان في 2006 و2008 و2010 بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. متعب من الناس اللي فعلا أهدت للنادي الأهلي ومنتخب مصر بطولات كبيرة جدا، محدش هيقدر ينسى عماد متعب ولا حد هيقدر ينسى أهداف عماد متعب، لأنه فعلا كان قناص، كان جلاد لحراس مرمى كتير جدا، ناس كتير اتأذت من عماد متعب طوال مسيرته الكروية. إنجازاته وألقابه بعد أكيد الاعتزال اتجه للتحليل عشان يمتعنا كمان عندنا هنا في قناة تايم سبورتس بأسلوبه الشيق، ويثبت فعلا أنه نجم في مجال جديد زي ما كان نجم في الملاعب. لو قعدت اتكلم من هنا للصبح على متعب اكيد مش هخلص، لانه زي ما قلت لحضراتكم نجم كبير جدا، واحد من نجوم كره القدم المصريه اللي حققوا فعلا انجازات رائعه لمصر وللنادي الاهلي. بكده انتهت فقرتنا ويكان، هنروح لفاصل ولسه مستمرين مع حضراتكم في تايم لايف، خليكم معانا. سيدي، هارد لك لمباراة اليوم، من وجهة نظركم ما هي أسباب الأداء السيء اليوم؟ أعتقد أننا فوتنا فرصة الفوز، ولم نستغل الفرص التي لحت لنا ولم نسجل أهداف، وخاصة ضربة الجزاء والتي كانت ستضمن لنا الأسبقية في التهديف وكانت ستؤدي إلى نهاية مختلفة للمباراة. لعبنا مباراة جيدة أمام فريق كبير، ولكن للأسف أحيانا كرة القدم تكون قاسية كما حدث معنا اليوم. والله مباراة كنا ممتازين اليوم في المباراة، حبينا ننتصر وحبينا نروح للفاينل، حبينا نكتب التاريخ، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذه الكرة عملها معنا في الملعب، اقتلنا نفسنا في الملعب، لكن هذه مشيئة الله، قدر الله ما شاء فعل. ننتصر لكل الناس وإن شاء الله فرصة قادمة. بداية طبعا هارد لك، الخسارة اليوم أمام المنتخب السنغالي، المباراة كانت قوية، امتدت إلى الوقت الإضافي، كانت هناك ضربة جزاء كان ممكن أن تحسم اللقاء، شعور متباين الآن للاعبين التونسيين، يعني ما تقييمك للقاء؟ حقيقة نتصور كنا ننتظر باش نعملوا لقاء كبير، عملنا لقاء كبير، كنا حاضرين على كل المستويات ضد منتخب كبير كما منتخب السنغالي. نتصور اليوم ما حالفناش الحظ، نقول من ضربة جزاء الأولى اللي ضيعناها، ومن بعد جات نعرفش ضربة جزاء ثانية ما فهمتش علاش ما زفرهاش. هارد لك اختلف فيها الأقاويل البعض، قال لما الحكم رجع للفار لا مش بنالتي، واللي شاهدها في التلفزيون قال إن هي بنالتي. الحكم قرر إنه تكون بنالتي في اللايف لما كانت قدام، وكان أعلن على ضربة جزاء، ومن بعد في الفار قالوا له ممكن أثروا عليه. أنا نتصور أثروا عليه الفار، كيمشي هذا شاف الفار تراجع في قراره، دونك أنا نتصور أثروا عليه اللي في 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 الحفلة متاع الفار. أخيرا تقول للجماهير التونسية
نشكرهم على المسانده اللي كانت طيله المشاركه نتاعنا في الكان. نتصور خرجنا من الباب الكبير، حاولنا باش ننتصروا، حاولنا باش نمشيو للنهائي، لكن الله غالب، ما كذبش ربي باش نمشيو. شكرا جزيلا. اليوم ليس أنا فقط الذي قدم أداء جيد، ولكن كل الفريق أدى مباراة رائعة، وهذه هي كرة القدم. وأنا بالفعل حزين للفريق التونسي لأنهم قطعوا مسيرة جيدة، لكن هذا هو الحال الآن. يجب أن يذهب فريق واحد للأمام، وسوف نلعب مباراة النهائي ونحن في قمة السعادة. أما عن أداء اليوم فلقد قمت بما يجب علي عمله، إنه واجبي ودوري. عندما يقع الاختيار علي يجب أن أكون جاهز مثلي مثل باقي الحراس الآخرين، ويجب أن نكون دائما هادئين لأنها مباريات هامة جدا، ويجب أن نحافظ عليها، وأعلم أنها مباريات صعبة. لا يوجد فرق، وهم بالفعل فريقان كبيران وأقوياء، وأتمنى حظ سعيد للفريقان وننتظر الفائز منهم. عن فوزكم اليوم، ما هو تقييمكم للأداء في مباراة اليوم؟ نعم، كنا نعلم أنها مباراة معقدة لأن منتخب التونسي هو فريق جيد جدا وفريق كبير، وقد تحدثنا في بداية الأسبوع عن احتمالية أن تذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية، وقد عملنا بجد، وأعتقد أن مباراة اليوم هي مباراة عزيمة لأننا لا نقبل القسمة على إسلام فيها، ولابد من التأهل، ولذلك عملنا ما علينا وفزنا بالمباراة والوصول إلى النهائي. الأهم الآن أننا تأهلنا للمباراة النهائية، وسوف نعود ونأخذ قسط قليل من الراحة لأن مباراة النهائي قريبة جدا، وسوف تكون مباراة صعبة ونحن جاهزين لها حتى نصل لهدفنا. خالص التهنئة على فوزكم اليوم، لكن ما هو تقييمكم للأداء في مباراة اليوم؟ اليوم كانت مباراة صعبة وتعرضنا للكثير من الضغط، وسير المباراة لم يكن كما خططنا له، ولم نؤدي أداءنا المعتاد، والأهم اليوم هو الفوز والذهاب إلى المباراة النهائية، وها نحن اليوم في المباراة النهائية وفي قمة السعادة. لذلك أتمنى أن نفوز بهذه المباراة إن شاء الله. لا نعلم حتى الآن ضد من ستكون المباراة النهائية، لكننا سننال من القسط من الراحة هذا المساء، وبعدها يجب أن نعد جيدا أنفسنا لهذه المباراة لأن هدفنا هو الفوز بكأس البطولة. فريدو، مرحبا بك على قناة تايم سبورتس. أولا تهانينا على هذا الإنجاز للسنغال في النهائي. منذ 2002 لم تحقق السنغال هذا الفوز. ما رأيك بشأن هذا الفوز ومباراة اليوم ضد تونس؟ إننا سعداء لأنه لم نرى السنغال في نهائي كأس أفريقيا منذ وقت طويل. لقد قمنا بعمل رائع، أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة اليوم ضد فريق تونس الجيد. كنا نركز على الهدف وأن نكون في النهائي، والآن نحن في النهائي ونأمل أن نفوز بالكأس. نعم، هذه هي كرة القدم، أن تشاهد جميع لاعبي الفريق يبذلون ما بوسعهم. أعتقد أننا لعبنا بجد، وكان قرار الحكم أن تكون النهاية كذلك، فأنا سعيد لأن فريقنا في النهائي. أمل أن نفوز لأننا فعلنا ما بوسعنا وعددنا لذلك جيدا، ونحن جاهزين للمباراة القادمة. لعبنا 7 مباريات في هذه البطولة، وأمل أن نفوز في النهائي. لا أود أن أتحدث عن بقايا لأنني هنا لأساعد بلدي، لا أساعد السنغال في الفوز بالكأس. الآن أنا قمت بواجبي، أنا فعلت كل شيء لتكون السنغال في النهائي. أنا سعيد جدا لأنه لم يحدث منذ وقت طويل، وكان هذا هدفي عندما بدأنا البطولة، والآن في النهائي أأمل أن يفوز السنغال، وأنا سعيد لأنني سنغالي وأننا في النهائي، والآن علينا الاحتفال مع أصدقائنا وزملائنا ونرى ما سيحدث في النهائي. ساديو ماني، تهانينا على الفوز وعلى الصعود للنهائي. أعتقد أن الحلم يقترب أكثر فأكثر الآن للسنغال ولساديو ماني أيضا. شكرا لك، أنا أمل ذلك. ماذا عن مباراة اليوم؟ كيف ترى المباراة؟ وما هو تقييمك لمباراة اليوم الصعبة ضد تونس؟ لأكون صريحا، كانت أحد أصعب المباريات حتى الآن، ولكن نحن نحترم ذلك.
لأنه إن أردت لعب النهائي يجب أن تلعب مثل هذه المباريات. في نفس الوقت نحن محظوظين، نحن نتعرف بذلك، أعتقد أنها مباراة صعبة ونحن سعداء لصعودنا للنهائي. ماذا كان إحساسك عندما كان سيتم احتساب ضربة جزاء لتونس وكانت هذه فرصة كبيرة لتونس للفوز بالمباراة؟ عندما كان سيتم احتساب درجة جزاء كنت قد أغمضت عيناي، ولكن أنها كرة القدم، آخر مرة أحرزت فيها لم تكن في هذه المباراة، لكن أنا سعيد. يجب علينا احترام قرار الحكم لأنه في بعض الأحيان يكون معك أو ضدك، وأنا أتمنى أن تكون القرارات دائما معنا مثل اليوم. ونحن سعداء وفخورين، لدينا مباراة صعبة لنلعبها ونفعل كل شيء للفوز بها، لأن الحلم هو الفوز بكأس الأمم. ماذا تود أن تقول للمشجعين السنغاليين والشعب السنغالي؟ فقد يكون أول كأس أمم للسنغال. نعم، نود منهم أن يدعمونا مثلما هو الأمر دائما. سنبذل ما بوسعنا للفوز وإحضار الكأس للسنغال. ماذا تود أن تقول للمشجعين المصريين؟ أنا أحبهم، أود أن يقفوا خلف فريقهم في المستقبل، لأن هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الفريق. المدرب جمال بالماضي، تهانينا على الفوز بمباراة اليوم. بالطبع كانت أحد أصعب وأنجح المباريات للجزائر، كان الأداء رائعا حتى النهاية. ماذا تعتقد بشأن مباراة اليوم؟ مباراة صعبة، نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليست سهلة على هذا المستوى. علمنا أننا سنلعب ضد فريق فاز بكأس الأمم من قبل، وعلمنا أنها ستكون صعبة، ولكن أعتقد أننا نستحق الفوز. أول 50 دقيقة كانت جيدة، ولحظات صعبة في الشوط الثاني، ولكن بشكل عام نحن نستحق الفوز. حظا سعيدا للمرة القادمة. بالطبع كانت أحد أقوى المباريات بالنسبة لفريق نيجيريا، ولكن لم يكن هناك حظ، في آخر لحظة فاز فريق الجزائر. ماذا تعتقد بشأن مباراة اليوم؟ نعم، إنها كرة القدم، ليس لدينا ما نقوله، ويجب علينا ألا نحزن ونركز على المباراة القادمة. في الشوط الأول لم يكن دفاعنا بنسبة 100%، وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد جدا، ولكن لسنا محظوظين. هذه هي كرة القدم. كانت مباراة صعبة اليوم، ولكنكم نجحتم في النهاية، أحرزتم الهدف، وأنت رجل المباراة. ما هو انطباعك الأول بشأن الفوز؟ أول انطباع هو أننا سعداء لكوننا في النهائي، هذا هو أول انطباع بعد 29 عاما لبلدنا. هذا شيء لا يصدق، ونحن سعداء، ليس هناك ما يصف ذلك. أعتقد أنه شيء عظيم بالنسبة لنا. كانت مباراة صعبة، ولكننا تمكننا من الفوز، نحن سعداء الآن. الحمد لله، نشكر الجماهير الجزائرية اللي ساندتنا طول بطولة وقفت معنا حتى آخر مباراة. اليوم مباراة كانت صعبة بالنسبة لنا، لأنه لعبنا في أسبوع لعبنا 3 مباريات في مستوى عالي، لياقة بدنية كنا جاهزين. اليوم عرفنا كيفاش نجيروا المباراة تاعنا، ما عطيناهمش فرص باش يسجلوا علينا. جات ضربة جزاء من كرة خاطئة، هذه كرة جاتنا خطأ في آخر دقائق سجلناه وفزنا المباراة هذه، لأنه نيجيريا هو فريق كبير، فريق عنده لاعبين في مستوى عالي. راك شفت اليوم نستاهلوا باش نروحوا النهائي. نشكرهم جزيل الشكر على 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 السبورت هذا اللي عطاه لنا. الفوز هذا ثاني لهم، لكل الشعب الجزائري، ونقول لهم انا نستناكم ان شاء الله في الفينال. مبروك علينا، الحمد لله ربي يوفقنا، وان شاء الله هذا الشعب اللي جا ان شاء الله فرحوهم باش ندوا لكم معنا الجزائر. كما قلت لك يعطيهم الصحه، ومام الجمهور المصري يوقفوا معنا، ربي يحفظهم، وان شاء الله نفرحوا كيف فينا ان شاء الله.